مساء الخير من الـ LBCI وهذه عناوين نشرة الليلة. هل خرج لبنان من نفق المطار ومن يتحمل مسؤولية فيضانه؟ الـ LBCI تستطيع وصول العاصفة وانعكاساتها. وابنة التسعة أعوام ضحية تحرش جنسي على يد خال أمها. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع بسام أبو زيد وريمي درباس. مساء الخير. كأن على رؤوسهم الطير. المسؤولون عادة الذين يملؤون الشاشات تصريحا وندوات ومؤتمرات ولا يرضونها إلا مباشرة غابوا اليوم عن الشاشات بعدما رأوا مباشرة أمس واليوم أيضا عاقبة إهمالهم. لا يعني المواطنون من هو المسؤول أو من هم المسؤولون، ما يعنيهم أن هناك مسؤولية وهذه المسؤولية لم يتحملها أحد في اللحظة المناسبة، فعلق من علق في نفق المطار ليتحول البلد إلى نفق كبير والمواطنون عالقون في داخله. المسؤولية ضائعة أو مشتتة، فوزارة الأشغال غابت عن السمع، ووزير الأشغال الذي كان مقررا أن يعقد مؤتمرا صحفيا ظهر اليوم ألغاه من دون أن يحدد الأسباب. الشركات المتعهدة للصيانة غابت بدورها عن السمع، ولأن الشتاء في لبنان فصل وليس يوما، فما الذي يمنع أن يتكرر ما حصل بالأمس؟ وهل يطلب من الناس أن يلازموا منازلهم عند أول زخة مطر؟